شهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله بحضور معالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، شهد المرحلة الختامية للتمرين المشترك سموم 3 الذي جرى على مدى عدة أيام بالذخيرة الحية في البحرين بين قوة دفاع البحرين ومجموعة من القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. فلدى وصول جلالته رعاه الله كان في الاستقبال مدير التمرين العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي، والرائد ركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة وعدد من كبار الضباط. وقد قام جلالة الملك المفدى القائد الأعلى بجولة على منطقة العمليات للتمرين، وقدم العميد ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد شرحا لجلالته عن مجريات التمرين ومراحل تنفيذه وما حققته من نجاح للوصول إلى الأهداف التي وضعت له. ثم تشرف عدد من الضباط المشاركين في التمرين من الجانب البحريني ومن القوات المسلحة الإماراتية بالسلام على جلالة الملك المفدى القائد الأعلى يده الله، حيث بارك جلالته للجميع هذا النجاح المميز لتحقيق أهداف التمرين باحترافية عالية وانسجام في تنفيذ العمليات المشتركة، مرحبا جلالته بالقوات الإماراتية في بلدهم البحرين وبين أشقائهم من قوة الدفاع، مؤكدا رعاه الله أن مثل هذه التمارين المشتركة انطلاقا من عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية، وتسهم في رفع الجاهزية القتالية وتبادل الخبرات لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر التي تهدد المنطقة وأمن شعوبها، مشيدا جلالته بوقوف القوات المسلحة في البلدين الشقيقين صفا واحدا في عملية إعادة الأمل بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية الذي يعد نموذجا للتكاتف التاريخي الأخوي بين دولنا الشقيقة ودليلا على صلابة مواقفنا للتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله ومد يد العون للأشقاء في اليمن العزيز، معربا جلالته رعاه الله عن شكره وتقديره للعميد ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي على إدارته المميزة للتمرين وعلى ما يبذله سموه من جهود مثمرة للارتقاء بالكفاءات القتالية التي يتمتع بها رجال الحرس الملكي، مؤكدا جلالته أنهم وجميع إخوانهم من قوة الدفاع موضع التقدير والاعتزاز لما يبذلونه من جهود كبيرة ومميزة متكاتفين يدا واحدة لأداء واجباتهم السامية داخل البلاد وخارجها بكل ولاء وإخلاص، متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد. حضر الزيارة سعادة رئيس هيئة الأركان. الحمد
لله، احنا على كل حال فرحين ومسرورين بشوفكم. وهذا شيء قديم مئات السنين، بلد واحد والناس واحدة والشعب واحد والهدف واحد والمصير واحد، كلها الحمد لله. واحنا نفرح بشوفكم دائما، فان شاء الله تنقلون بعد تحياتنا للجميع والعيال والجميع. يوصل يوصل سلام. حاضر. احنا لنا الشرف ان موجودين عندكم. هذا الشق سيدي ان هناك كان تنافس كبير بين قوات لتنفيذ هذا الواجب. هذه مهمه وليست تمرين، احنا مستعدين لاي واجب اطلب فيه. ما قصرت. تاريخ له مئات السنين. هذا شيء الحقيقه لا ينسى ابدا. يعني علاقه ازليه حال واحد. الله يطول بعمرك. مشكورين. الله يطول بعمرك.